كداليا نروح بقى مخطوب. ايه رايك كداليا نروح نشوف الجيزه اخبارها ايه؟ نطمن من سياده العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالاداره العامه مرور الجيزه. صباح الفل سياده العقيد. صباح الخير يا استاذه هند. صباح الخير يا استاذه داليا. صباح الفل. يا رب ان شاء الله يبقى يوم حلو، ودايما بنستمد الطاقه الايجابيه من حضرتك كده، والجيزه الصبح بتكون نموذج يعني يحتذى به في الشوارع. في اخبار النهارده ايه واحنا في صباح يوم الخميس والمحاور التبادليه بين القاهره والجيزه؟ نطمن الجميع ان شاء الله، وان شاء الله يكون نهايه اسبوع سعيده للجميع يا رب، ويوم طيب وامن للناس كلها وجميع مشاهدين الكرام. نطمن الجميع الحمد لله ما عندناش اي اقتراض بوقوع اي حوادث او مصطدمات لها تاثير سلبي على الحركه المروريه. بدايه يوم مروري عادي جدا، بدايه يوم مروري هادي على معظم المحاور المروريه وخاصه التبادليه بين القاهره والجيزه اللي ما زالت حتى الان بتشهد سيوله وانفراجه مروريه، بدايه من كوبري اكتوبر اللي حتى الان بيشهد سيوله مروريه. جميع المطالع والمنازل المؤديه لكوبري تعمل بطريقه ممتازه جدا حتى الان. كوبري الجلاء لنقل الحركه بين مناطق الدقي والعجوزه اتجاه وسط البلد، كوبري بيعمل باحسن حالاته. ولو هنستكمل رحلتنا عن طريق نفق الازهر الى مدينه نصر هيكون بديل افضل عن كوبري اكتوبر في هذا التوقيت. نطمن اللي جاي من مناطق 6 اكتوبر والشيخ زايد ويستكمل رحلته الى القاهره عن طريق كوبري 15 مايو، الكوبري بيعمل بسيوله مروريه تامه. جميع المطالع والمنازل المؤديه الى الكوبري من سواء من ميدان السفنكس او ميدان لبنان بتعمل بصوره مروريه تماما. من كوبري عباس وكوبري الجامعه للقادم مناطق الهرم وفيصل وميدان الجيزه وجامعه القاهره او الدقي متجه لمناطق الملك الصالح او المنيل في القاهره، الكوبريين بيعملوا بطريقه ممتازه جدا، مش هنحتاج نغير اي مسارات. القادم من مناطق كورنيش امبابه والبراء في اتجاه روض الفرج عن طريق كوبري الساحل، كوبري الساحل بيعمل بطريقه ممتازه. نطمن اللي هيجي للجيزه عن طريق الدائري متجه لجامعه القاهره والدقي وفيصل عن طريق محور صفت، المحور الحمد لله بدون اي معوقات، ما عندناش فيه اي حوادث عليه. بيشهد سيوله وانفراجه مروريه ممتازه جدا. محيط جامعه القاهره حتى الان بيشهد هدوء مروري. القادم لمناطق المهندسين والعجوزه عن طريق الدائره نزولا من محور عرابي، محور عرابي بيشهد سيوله مروريه بالرغم من التحولات الخاصه بمحطه التوفيقيه الموجوده في شارع احمد عرابي، الا انه الحمد لله تاثيرها محدود تماما على الحركه المروريه. القادم مناطق شرق القاهره والتجمع والمعادي عن طريق محور المروطيه ينزل البحر الاعظم في الجيزه، البحر الاعظم بيشهد سيوله مروريه. ولو هيستكمل حياته عن طريق شارع النيل السياحي هنجد بعض الكثافات المتوسطه بسبب التحولات الخاصه بنفق النهضه الا ان تاثيرها برضه محدود على الحركه المروريه بنفس الشارع. كويس. اهم ميادين الجيزه ميدان الجامعه، ميدان المنيب، ميدان الرمايه، جميع هذه الميادين بتشهد سيوله مروريه بجميع المحاور المرتبطه بها. باقي المحاور الداخليه داخل الجيزه شارع النيل، جامعه الدول العربيه، الدقي، التحرير، البطل، شارع فيصل وشارع الهرم، شارع سودان، جميع هذه المحاور الرئيسيه بتشهد سيوله مروريه ما عندناش فيها اي معوقات. زي ما قلت في بدايه الكلام الحمد لله يوم مروري هادي جدا. نطمن الجميع الحمد لله مع بخلاف التحويلات الرئيسيه اللي عندنا الخاصه بمترو انفاق سواء في وادي النيل او في التوفيقيه شارع احمد عرابي او في شارع سودان ما عندناش اي اعمال صيانه للكباري او الطرق النهارده. الامور ماشيه طبيعيه تماما خلال الخميس والجمعه اللي جايين دول. ان شاء الله تكون نهايه الاسبوع سعيده للجميع، ونتمنى السلام والامان لجميع مشاهدينا الكرام باذن الله. يا رب ان شاء الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر سياده العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالاداره العامه مرور الجيزه على هذا الوصف الكامل الشافي.